السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي. القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين بداية من سنة 1897 وحتى يومنا الحالي، وهي تعد جزءا جوهريا من الصراع العربي الإسرائيلي وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية الدولية. فما هي الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية؟ أصل القضية الفلسطينية جذورها التاريخية، وما هي مراحل الصراع العربي الإسرائيلي وأهم الأزمات التي نتجت عن القضية الفلسطينية؟ من أجل استخلاص جذور القضية الفلسطينية لابد من الإشارة إلى الحركة الصهيونية. ومني كنقول الحركة الصهيونية، هي واحد الحركة سياسية حديثة العهد ظهرت في القرن التاسع عشر. أشنا هي الحركة الصهيونية وإلى ماذا تدعو هذه الحركة الصهيونية وشنا هي المكونات ديالها؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه. الحركة الصهيونية بدأت مع تيودور هيرتزل سنة 1897. اليهود غادي يعقدوا المؤتمر الصهيوني الأول ديالهم في مدينة بال بسويسرا، وبالضبط سنة 1897 كان بالحضور ديال هذا المؤتمر هو تيودور هيرتزل، وهو أحد زعماء الحركة الصهيونية. علاش داروا لنا هذا المؤتمر؟ هذا أول مؤتمر ديال اليهود، أول مرة غادي يتلاقاو اليهود مجموعين كشخصيات وكسياسيين وكرأسماليين في هذا المؤتمر. جاءوا لعدة أسباب، من بين هذه الأسباب تصاعد حدة معاداة اليهود، لأن اليهود تكثر العدد ديالهم في أوروبا، وبداو كيتعتبروا كأعداء، لأن الدولة كتحتضن واحد المجموعة من اليهود وكيشكلوا لها واحد الأقلية عندها واحد الخصوصيات معينة. بلا شك أن كذلك شفنا في درس ديال الأنظمة الدكتاتورية أن هتلر في ألمانيا كان يمقت اليهود وكان يعاملهم معاملة سيئة. إذن هذه المعاداة ديال اليهود أدت بهم إلى الفرار من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية، يعني من ألمانيا، من روسيا والنواحي ديالها إلى أوروبا الغربية. إذن تكثر العدد ديال اليهود في هذه المنطقة هذه، وبالتالي فكروا أنهم يديروا واحد الوطن قومي خاص باليهود. إذن النتائج ديال هذا المؤتمر هي ظهور الحركة الصهيونية التي تدعو إلى قومية اليهود. مني كنقولوا قومية اليهود، هذا كيعني أن اليهود ما عندهمش واحد الوطن خاص بهم. مثلا كنقولوا دولة إسلامية، بحال مثلا المغرب دولة إسلامية، الجزائر دولة إسلامية، تونس إلى غير ذلك، تلقاها دولة إسلامية يعني عندها ديانة خالصة، ومعظم السكان ديالها كيعتقدوا ديك الديانة هذيك أو كيدينوا بالديانة. نفس الشيء بالنسبة للمسيحية، لكن باش تلقى ديانة يهودية عندها وطن خاص بها فهذه ما كايناش نظرا لحكمة إلهية. من بين النتائج كذلك تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية، وترأس هذه المنظمة كذلك تيودور هيرتزل، والهدف ديال هذه المنظمة هي مساعدة اليهود على الهجرة أو تشجيع اليهود على الهجرة نحو فلسطين. إذن كيفاش دابا احتاجت فلسطين للهضره؟ حنا مازال ما جبدناش الهضره على فلسطين. مؤتمر صهيوني بسويسرا، تيودور هيرتزل، منظمه صهيونيه العالميه، إذن اش دخل فلسطين في الهضره؟ احنا جايين للهضره. السبب الثاني او الجذر الثاني اللي نجت منه القضيه الفلسطينيه هو وعد بيلفور والانتداب البريطاني. وعد بيلفور والانتداب البريطاني، هذا أرث جيمس بيلفور سنة 1917، باعتباره أنه وزير الخارجية ديال بريطانيا، صيفط واحد الرسالة إلى اللورد ريتشالد، واللورد ريتشالد هو أحد الرأسماليين اليهود الكبار الذين مولوا الحركة الصهيونية. رأسماليين بمعنى أموال، بمعنى أموال طائلة وشركات ومؤسسات مالية كبرى. قال له في هذه الرسالة: إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية. بمعنى أن الحكومة ديال بريطانيا أو البريطانية فهي متعاطفة معكم في القضية ديالكم، وغادي تساعدكم باش تلقاو وطن خاص بكم، أو تساعدكم باش تمشيو لفلسطين وتأسسوا الوطن ديالكم تما في دولة فلسطين. إذن مني كنقولوا وعد ديال الدولة، فبالتالي وعد ملزم لها نظرا لسمعة الدولة ونظرا لقيمتها، فبالتالي وجب عليها أن تنفذ هذا الوعد، وبطبيعة الحال ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية. إذن هذا هو الوعد اللي قدمه بيلفور للورد ريتشارد،
وكانت النتائج ديالها الوعد سنة 1922 صك الانتداب البريطاني على فلسطين. إذا الأمم المتحدة غادي تصك واحد الانتداب البريطاني. ملي كنقولوا الانتداب هو نوع من أنواع الاستعمار، نوع من أنواع الإمبريالية اللي تفرض على في فلسطين، بالتالي أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ثم بعد ذلك بداية تنفيذ وعد بلفور قصد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. بما أن فلسطين أصبحت منتدبة نحو بريطانيا، فبريطانيا عندها الصلاحيات وعندها الإمكانيات باش أنها تساعد اليهود في الهجرة إلى فلسطين وتأسس لهم مؤسسات خاصة باليهود في فلسطين. إذن جذور ديال القضية الفلسطينية بدأت مع عنصرين أساسيين. ظهور الحركة الصهيونية بدأت مع مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897، وكذلك وعد بلفور والانتداب البريطاني اللي كان هو الشرارة الأولى لبداية الحركة أو بداية القضية الفلسطينية وبداية الصراع الفلسطيني اليهودي أو الصهيوني. ندوزوا الآن ونتعرفوا النتائج ديال هادشي كامل. النتائج ديال ظهور الحركة الصهيونية ووعد بلفور أدى إلى تقسيم فلسطين، وهذا التقسيم ما جاش دفعة واحدة ولكن جاء عبر مراحل. المرحلة الأولى وضعت عصبة الأمم، وضعت عصبة الأمم فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهادشي اللي قلنا قبيلة أن عصبة الأمم هي اللي سادت بالفعل عن طريق وثيقة باش تكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني. من بعد جات هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية ومنحهم عدة امتيازات. هاجر مجموعة من اليهوديين إلى فلسطين وقدمت لهم مجموعة من الامتيازات، مثلا كحرية إقامة المدارس، إقامة المستوطنات والتشكيلات العسكرية إلى غير ذلك. وبالتالي أصبح أمر اليهود أمر حتمي في فلسطين. بعد تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية سنة 1947 وإعلان قيام دولة إسرائيل، هنا تعلن على قيام دولة إسرائيل بشكل رسمي، وبدأت مجموعة من الدول في العالم كتعترف بهذه الدولة إسرائيل، وهو السبب اللي خلات تكون واحد الشرارة كبيرة في العالم تعاطفا مع هذه القضية. أشنو كان الرد فعل ديال الفلسطينيين؟ واش كانوا ساكتين؟ لا، رد فعل الفلسطينيين إزاء تقسيم وطنهم أن قاموا بالاحتجاجات وتقديم العرائض وتنظيم إضرابات عامة، انتفاضات وثورات. إذن كانت واحد الحركية مطلقة في فلسطين نظرا للقرار إلى تقسيم وطنهم. إذا شنو كان رد فعل ديال بريطانيا باعتبار أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني؟ رد فعل بريطانيا أنها كلها قوبلت بالعنف من طرف بريطانيا. إذا كانت تقابل هذه الردود بالعنف، استعمال الأسلحة، استعمال القنابل المسيلة للدموع، الاعتقالات إلى غير ذلك من الردود العنيفة ضد الشعب الفلسطيني. تعرفنا الآن على جذور القضية الفلسطينية، الحركة الصهيونية، وعد بلفور والانتداب البريطاني، وشفنا المراحل ديال تقسيم فلسطين بالإضافة إلى رد فعل فلسطين. أجي من هاد الشي كامل العرب واش ما داروا والو؟ ما كان عندهم حتى شي دخل. أجي نشوفوا أشنو داروا العرب ونشوفوا بالتفصيل باش نعرفوا الدور ديال العرب في هاد الحالة. بالنسبة للدور ديال العرب في هذه القضية غادي نشوفوا الصراع العربي الإسرائيلي، واللي بدأنا بداية من 1948 في حرب سميت بحرب النكبة، شارك فيها كل من مصر، الأردن، سوريا، العراق ولبنان ضد الكيان الصهيوني. وبلا شك تعرفتوا على علاش سميت بحرب النكبة نظرا للعدد ديال العرب اللي شاركوا في هذه الحرب ضد إخوانهم، مع إخوانهم الفلسطينيين ضد المحتل الصهيوني. في هذه الحرب هذه بالضبط تعرضت القوى العربية للهزيمة بانتصار إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. فكما قلنا سابقا أن الكيان الصهيوني كان عنده مجموعة من الدول اللي كانت كتدعمه في القضية ديالو. ندوزو الحرب الثانية اللي كانت سنة 1967 وسميت بحرب النكسة، شارك فيها مصر وسوريا فقط. ومني كنقولوا حرب النكسة طبيعة الحال سميت نسبة إلى التراجع المهول ديال الدول اللي شاركت في الحرب الأولى وتراجع كذلك باقي دول العرب. إذن مصر وسوريا شاركا في حرب النكسة، وبالتالي كانت من بين نتائج ديالها انتصار إسرائيل من جديد على مصر وسوريا وسيطرتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وسيطرت كذلك على أراضي مصرية وسورية. إذن ما اكتفتش فقط بالأراضي الفلسطينية ولكن زادت ما حتى الأراضي المصرية والسورية اللي كانوا كيتحاربوا ضدها. من بعد غادي تكون سنة 1973
حرب أكتوبر، حرب شهيرة عرفت بحرب أكتوبر، وكانت شاركت فيها فلسطين وسوريا نظرا لأنها كانت في بداية الصراع، وأن نظرا لأنها تم اقتطاع أراضيها كذلك. النتائج ديال هاد الحرب كانت شهدت نوعا من التفوق العربي، كان واحد شوية ديال التفوق ديال الدولتين، تجاوز العسكر خط الدفاع البريطاني، استطاعت مصر أن تسترجع أراضيها وكذلك سوريا استرجعت أراضيها، وبالتالي وقعوا اتفاقيات باش ما يزيدوش يدخلوا في القضية الفلسطينية، وهنا كانت الصدمة الكبرى وتراجع دفاع العرب عن فلسطين بشكل فعلي أو بشكل عسكري. 1987 كانت انتفاضة الأقصى، وهي اللي كنعرفوها جميعا بأطفال الحجارة، باش خرجوا جميع الفلسطينيين أطفال ونساء ورجال يدافعون عن أرضهم بما أوتوا من وسائل بدائية، حجارة، مقالع إلى غير ذلك، وسميت بانتفاضة الأقصى أو انتفاضة أطفال الحجارة، وتكررت هذه الانتفاضة مرات عديدة. بالنتائج ديال هذه الانتفاضات أنه اندلعت انتفاضة أطفال الحجارة استغرقت 7 سنوات، إذن البداية ديالها من 1987 استغرقت 7 سنوات، خلفت ما يناهز 1400 شهيد فلسطيني، أدت إلى تأسيس حركة حماس أو حركة حماس، بالتالي أرغمت إسرائيل للدخول في مفاوضات. سابقا ما كانش النية ديال إسرائيل في الدخول في مفاوضات، ولكن هذه الحركة أو الانتفاضة أدت إلى إرغام إسرائيل في الدخول إلى مفاوضات. إذن هذا فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي. هذه خططة غادي تبين لكم بالضبط العناصر ديال الصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن تقسمها إلى صراع عسكري وصراع سياسي بالإضافة إلى المقاومة اللي هضرنا عليها سابقا وانتفاضة الأقصى. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح القضية الفلسطينية والجذور التاريخية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. إذا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناة ديالنا، ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب بالأحمر هذا الموجود لتحت، تفعيل زر الجرس كي يصلكم أي جديد، ما تنساوش تشوفوا الحلقات السابقة والدروس السابقة ديال مكون التاريخ والجغرافيا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.